في للنشر هذا الأسبوع، ليلى عبد اللطيف توقعت الإفراج عن مختطفي إعزاز بتوقيع اللواء إبراهيم وشكراً قطر. هل يعيد الجديد لربيع الأحمد عضوه من جديد؟ أول قناة عربية مخصصة للأقزام والمطالبة بكوتا تحفظ حقوقهم بالوظائف. جو رعد طق الشلش، فماذا بعد؟ للنشر مع طوني خليفي، الاثنين بعد الأخبار على الجديد